أربعة مش العشرين. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. أحيا مصر. أحيا مصر. حضارتنا المصرية القديمة أقدم وأهم وأعرق حضارة على هذا الكوكب، وجدودنا المصريين القدماء سابونا كنوز مش هزار. أصغر تمثال وأصغر قطعة حجر ليها قيمة غير عادية. في عصور كتيرة كان في نهب للآثار المصرية، وكان في ناس متخصصة تيجي مصر تنهب هذه الآثار، يا إما بتاخدها لبلدهم يا إما بتبيعها، يعني حاجات كتير قوي. النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر الناس اللي سرقوا الآثار المصرية. حقيقي جيفاني بلزوني. إيه بقى هو كان بيعمل إيه قبل ما يجي مصر؟ كان شغال في السيرك. في السيرك؟ أيوة. عارف أنت اللي هو عارف الهيدروليك اللي هو الروافع اللي هو ممكن ينقل حاجة تقيلة من مكان لمكان عن طريق بالظبط الحبال والعقاد وكده، وعارف الفقرة الشهيرة في السيرك زمان اللي هو خمسة يكتفوني، وهو دي كانت تا 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 يا بلزوني يا حبيبي. بلزوني كان سنة كام ده؟ في أول الألف وتمنميات. يا ده مزانة. المهم هو بما إنه هو كان متخصص في الهيدروليك فكان عنده نظرية زراعية ازاي ينقل المية من مكان لمكان، واخد بالك؟ المهم نظرية الشادوف. الشادوف بقى الشادوف؟ ايوه طبعا الشادوف، يعني كان عنده يعني ايه نظرية معينة فكان بيحاول ايه يسوقها ومش عارف. المهم كان بيتنقل عن طريق السيرك بتاعه من بلد لبلد، شوية في ايطاليا شوية في فرنسا شوية في انجلترا في لندن. المهم ايه اللي انا هحكي لك عليه دلوقتي حصل في مالطا. قابل مين بقى؟ قابل واحد من مساعدين محمد علي، اسمه ايه بقى يا سيدي؟ اسمه أمير البحار اسماعيل الجلبطار. ده بعد 1805 الكلام. 1815. فقعد معاه وقال له على الفكرة بتاعته، وقال له انا ممكن اساعد محمد علي ان انا ابني له سوائي تنقل المية من مكان لمكان. فقال له طب انا هرتب لك، تعالى مصر وارتب لك ايه معاد. فراح على فين؟ على اسكندريه. اسكندريه في الوقت ده كان في جامع قنصل ايه قناصل فرنسا وانجلترا، وساعتها ما كانش في قانون بيحدد تجاره الاثار، ما كانش في حاجه. فطبعا هم كانوا ايه كل واحد عنده، يعني لسه دلوقتي في اسكندريه عندك مثلا القنصليه الفرنسويه وحاجات البيوت القديمه قوي الفيلا القديمه قوي دي كده، فلقى ان في مخازن البيوت الاسور دي مليان مخزن مليان، وهي تجاره مربحه وناس بتيجي بقى فاهم من اوروبا بتيجي تاخد اثار وتدور وتعمل. فهو ما كانش يعرف حاجه، يعني مش ايه ده بس غلطه اجدادنا برضو، خلينا نعترف بده. غلطة أجدادنا. ما كانش حد عارف قيمة غلطة الكلام ده. غلطة أجدادنا ومسؤوليتهم. فالمهم يا شريف هو بدأ ينتبه لأن دي لقى حاجة ماشية كويس جدا. المهم راح على القاهرة علشان كان بيتحدد له ميعاد مع محمد علي.
انت عارف من منطقه بولاق في الوقت ده كانت بحيره، غير انها كانت بحيره كانت عليه القوم كانوا ساكنين هناك. فقابل حد اسمه ايه بقى، اسمه باغوس باشا. باغوس باشا، خليني بس اقول حاجه، ان بولاق كلمه بولاق دي كلمتين فرنسيه، كلمه فرنسيه، بو حلو، لاك ليك اللي هي البحيره الجميله. وكان في المنطقه دي بحيره جميله، وحواليها كان في بقى مزارع وبيوت وقصور وحاجات زي كده في فتره ما، كان الباشوات ساكنين هناك في الفتره دي. المهم ايه، تعرف على الباشا ده، وبعدين قابل اتحدد يعني زياره مقابله مع محمد علي. المهم موضوع الزراعه اللي هو كان جاي عشانه فشل، فبدا يشوف لا انا بقى ايه هشوف حاجه على الفاضي حضرب المشوار ده كله على الفاضي بالذات لما لقى المخازن بقى فيها اثار. ايوه، ودي ناس يعني في ناس تيجي مخصوص من اوروبا عشان تشوف الكلام ده. المهم يا سيدي اخدوه يتفرج على الهرم، هرم الجيزه. انت عندك داخل غرفه الدفن بتاع الهرم الثاني بتاع خفرع مكتوب كده بالبونت العريض على حيطه غرفه دفن بلزوني 1818. ده ايه؟ الناس اللي كان بتيجي زمان هو بيحبوا يكتبوا اساميهم، اللي هو انا مريت من هنا، انا جيت من هنا، عشان كده اسمه مكتوب داخل غرب. بص يافطة عريضة، انت فاهم ازاي؟ بجد؟ موجودة لغاية دلوقتي؟ 1818. المهم بدأ بقى ايه؟ لا انا عايز انتشر بقى، بدأ عايز اسرق بقى. عايز ايه؟ اروح مصر كلها. فبدا كان في واحد الماني اسمه يوهان يورخ بورخات، ده اللي اول واحد اكتشف معبد ابو سمبل، لان في الوقت ده كان مردوم متغطي بالرمل، وكان قبل نقل المعبد كان على طول على شط النيل، ما كانش فيه بحيره ناصر في الوقت ده. فالمهم هو اتعرف على الراجل ده، والراجل ده كان سويسري، وقال له ده في جنوب الوادي بقى خالص، في بلاوي بقى، في بلاوي، تعالى لي في الوادي هتلاقي بلاوي. بلزوني بدا يعمل ايه بقى؟ بدا ينزل زي مثلا الصعيد كله بقى، اسيوط وسوهاج بقى انت فاهم، والاقصر، وبدا يتعرف على الاهالي هناك والعمد واسوان والنوبه، وكان علاقته كويسه جدا بالعمد بتوع النوبه. فكان ايه بيتفق معاهم، إيه لما تلاقوا اي حاجه قولوا لي. عايزه مثلا ادي لك مثل، يعني في تاني اكبر متحف مصري في العالم، متحف ايه؟ تورينو في ايطاليا. هو مكتوب بالعربي على مدخل المتحف، المتحف المصري. لا ايوه انا رحت شفته، مكتوب كده المتحف المصري، وطبعا بالايطالي. ده في ما هو كل هو ثلاث ادوار، وفي دور منهم عشان هو كان بيت قديم ففي سقف عالي، في دور منهم معمول زي صنداره عارف كده، فعاملينه دورين كمان. ده في كم حاجات، في مقتنيات مقابر بحالها. ده اللي حصل ايه، ان ناس من ايطاليا جم اتكلموا مع بلزوني قالوا له احنا عايزين نعمل متحف، جهز لنا ايه كولكشن كده حلو على ايه على ذوقك. انا منقوط. فده تاني اكبر متحف في العالم بعد المتحف المصري بتاعنا اللي في مصر. التحرير يعني ده فيه قطع اكتر من اللوفر؟ لا بجد؟ بقول لك يعني بعد المتحف المصري بتاعنا احنا في التحرير ده، لان اللوفر فيه طبعا حاجات كتيره، بس هو جزء من حضارات كتيره يعني. لكن ده لوحده كله مصر، هو مصري فقط. بعدين ايه؟ المهم راح ايه، انت فاكر ممنون، تمثالين ممنون الكبار؟ طبعا كان سمع ان الاهالي بيتكلموا على ايه، ممنون الصغير او ليتل ممنون. ايه ده؟ في البر الغربي في الاقصر في معبد اسمه الرامسيوم، ده معبد رمسيس الثاني. لغايه دلوقتي في حته من كتف تمثال، الجزء اللي موجود عملاق، يعني عشان كده بقول لك ايه ممنون الصغير. المهم هو عشان هو كان شاطر في الروافع دي، فعمل ايه؟ نقل جزء من تمثال لرمسيس الثاني موجود في الرامسيوم لغايه لما وصلوا لغايه النيل، واجر مركب بطريقه معينه علشان يحط التمثال على المركب، لغايه لما بعته لغايه فين؟ المتحف البريطاني. من النيل؟
من غرب الأقصر، ما طبعا من النيل انت فاهم، وبعد كده بقى على القاهرة، وبعد كده اخر مركب تانية الكبيرة اللي بت في البحر. وطلع بقى من فرع رشيد او دمياط، وده وطلع بقى على البحر المتوسط، اسكندرية بقى انت فاهم، بحر المتوسط، وبعد كده طلع مديق جبل طارق، طلع على المحيط الاطلنطي على انجلترا. تمثال كم طن بقى ده؟ لا اطنان يعني فاهم، هو حاجة كده ضخمة يعني. ده موجود في المتحف البريطاني، رمسيس، رمسيس الثاني. وطبعا الحاجات دي مش ببلاش يعني. انت بتضحك خلاص. في حاجه مثلا لقوا تابوت، تابوت يا شريف قلبك اتخطف كده، هتحزن، معمول من الالاباستر، لمين بقى؟ سيتي الاول والد رمسيس الثاني. لا لا، كل التابوت الالاباستر. انا جايبه صوره ليه، حاجه كده برضو تجنن. فين ده بقى مسروق؟ في المتحف البريطاني برضو. ده كان اقنعه محمد علي ان هو يضبط علاقته ب ملك انجلترا، ملك انجلترا، و فايه فبعته، بعته كادو تقريبا، ده كان كادو يعني فاهم، هديه هديه. وبرضه محمد علي برضو الحاجات دي مش تبعه، ما هو مش مصري حقيقي. قولي يا جدي. لقى ايه؟ اخذ طبعا، هو اللي كان بيتقال عنه ان هو كان قوي البنيان يعني فاهم، عريض المنكبين كده، وكان عنده مركب كبيره، وكان اخذ النيل بقى ايه من اوله لغايه اخره، لغايه لما وصل ابو سمبل. ولان الراجل السويسري قال له انت هتلاقي بقى هناك تماثيل وحاجات ضخمه، بس هتتنقل ازاي دي؟ كويس انه ما لقاش المعبد. فلقى طبعا واجهة المعبد حوالي 22 متر، طبعا اتخض يعني، بس الحمد لله زي انت ما بتقول ان هو ما فكرش انه يقطع ويكسر ولا يعمل اي حاجه، بس كان بقى متغطي بالرمل. وعارف انت في هو صور عاملها بالالوان المائيه، انت فاهم المنظر كان عامل ازاي، وبدا ينظف المعبد وايه، وسابه الحمد لله في مكانه. في مثلا مقبرة مهمة، ليه المصريين ما عملوش ده بنفسهم؟ ليه أجدادنا سابوا معبد زي معبد أبو سمبل ده يدفن تحت الرمل، وسابوا أبو الهول يدفن تحت الرمل؟ وإزاي ما كانش عندهم دراية أو حب أو قادرين يستوعبوا أهمية هذه الأثار؟ بص يا شريف، أنت لما تيجي ردا على سؤالك، لما تيجي تشوف مصر القديمة قد إيه إحنا كنا متفوقين والاوائل في العالم كله، ايه الجاب بقى اللي حصل ده كله؟ انت عندك حوالي 400-500 سنه الحكم العثماني لمصر، في نفس الوقت كان في الثوره الصناعيه في اوروبا، كل العالم اللي هو كان متخلف اللي ما كانش يعرف اي حاجه في الدنيا عمال بيتقدم ويطلع، واحنا مقفول علينا لا تعليم ولا صحه ولا اي حاجه. فهو الجاب حصل من هنا، فهم مش عارفين. زائد الفترة العثماني كان هم اللي كانوا، عارف انت الوسيات بقى والباشوات، هم اللي كانوا بيتحكموا في الحاجة في الارض، هم اصحاب الاراضي، والفلاحين بيشتغلوا يعني يا دوبك لو اخدوا شوية فلوس ولا احتياجاتهم من القمح عشان ياكلوا، الحالة كانت صعبة فاهم. فانت 500 سنة مش قليلة طبعا، انت بتقفل الناس، فهم مش عارفين ايه ده. ومتهيألي ان احنا محظوظين جدا ان ما حدش كسر ولا هدم ولا اي حاجه. بجد، بس الله اعلم، ما في حاجات اتكسر يعني، في بس يعني انت عندك كارنك مثلا، كارنك ده في وسط مدينه، مش مثلا يعني. انا في حاجه مش هقول مين اللي عملها، بس قريتها في مكان ما، ان في شخص جه احتل مصر كام شهر كده وبنى حاجه ليه من خلال ان هو هدم بعض الاهرامات الصغيره، مش عارفه مين. كان شعر، مش مركزه. لا انت عارفه بس بتتعبطي. يلا ما علينا بقى، ما علينا يعني. فاكيد في حاجات كتيره اتهدمت. ايوه، انت عندك حاجات مباني ما بقالهاش الاف السنين يعني، عواميد وحاجات زي كده متاخده من معابد قديمه لغايه دلوقتي. طبعا طبعا. طب عايزه تقولي على بلزوني التاني ولا نشوف فاصل؟ ماشي، لا نشوف فاصل، عشان في الفاصل هنقول لبعض مين الشخصيه اللي هدمت بعض الاهرامات دي. فاصل، يلا بينا.
بنتكلم عن شخصية اسمها شخص اسمه بلزوني، ده كان في مصر في وقت محمد علي، وفي الحقيقة أخذ كتير من الآثار المصرية وادها بلاد برة. في كمية مسلات في أوروبا غير عادية. إيطاليا لوحدها فيها 13 مسلة، فرنسا نيويورك، يعني ايش معنى المسلات؟ وهل هو من الناس اللي اخذت مسلات؟ هو اخذ مسله، كان في مسله صغيره في فيلا، معبد فيلا في اسوان، خدها. اخذها بس انا مش قادره. مين اللي اخذ مسلات تحتمس ثلاثه اللي في نيويورك؟ مش عارفه. ما يعني ما بتبقاش شخصيات مختلفه قوي المسله دي. لا ولا انت عندك مسلات رهيبه، عندك بتاعه فرنسا الف كونكور، الف كونكور دي تجنن، بتاعت رمسيس الثاني، حاجه كده. هي المسلات الحلوه كلها اتسرقت. هي بتزين الميادين بتاعتهم. واخيرا في ميدان التحرير حاطين لنا المسله. في بعض الناس كانوا ضد ده، وحواليها الاربع كباش، ويقول لك هياخدوا الكباش، بصوا الميدان بقى شكله حلو ازاي. فاكره الحرب اللي حصلت ساعتها؟ انا كنت يعني ما كنتش، انا فاكره مسله حلوه بس كنت خايفه على الكباش، مش انا فله ولا حد بيلمسهم بصراحه، اي خدمه. ايوه. طيب تيجي نشوف الصور. اقول لك حاجه تانية بقى، من ضمن الحاجات بقى اللي هو عملها، اكتشف مثلا مقبره اي في الجزء الغربي بتاع وادي الملوك، مقبره حلوه قوي. اكتشف مقابر في وادي الملكات، احد ابناء رمسيس الثالث اسمه امون هير خبش اف ده. وتلاقي على مدخل المقبره اكتشفت بواسطه بلزوني، كان بيحب جوفاني، اسمه قوي بلزوني، جوفاني بلزوني. جوفاني بلزوني. كان بي سي 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 بيني. حط لنا الور الور انديامو، حط لنا اول صوره. هو ده؟ هو ده بقى، هو ده بلزوني؟ عايش بقى في دور الايه؟ المستشرق بقى فعلا. اوكي، ده كان عايش دور خالص. اوكي، ورونا اللي بعدها كده. ده هنا بقى عملية نقل جزء من التمثال رمسيس الثاني من الرامسيوم. انت شايف بصي كمية البشر. ايوه اللي ده بس راس التمثال. بصوا يعني الراجل اللي تحت ده، العربية ده، بصوا حجمه قد ايه. والتمثال ده فين؟ في المتحف البريطاني كامل؟ لا اللي انت شايف الجزء ده. فين بقيته؟ في جزء متهدم وجزء موجود في الرامسيوم. اوكي، يبقى المفروض يرجعونا نحطه على بعضه كله. اللي بعده اهو ده بقى. هو ده؟ طبعا الصورة دي بعيدة فاهم، بس هو ضخم يعني. طبعا اللي بعده ده. التابوت ده يجري بتاع سيتي الاول. دي حتة الاباستر واحدة؟ ده صعب جدا، الاباستر بيتكسر كمان بسهولة. ده موجود في متحف خاص في لندن. ده فظيع، ملوش غطا؟ تقريبا الغطاء اتكسر او مش موجود، ده المتبقي من بس. ده فظيع ده. اول ما اشوف حاجه كده. اللي بعده ابو سمبل كان كده، ما كانش متغطي كله. كان في جزء متغطي كله، وكان الناس بدات تنظفه، بس هنا بقى لما راح بلزوني. اوكي، اللي بعده ده إيه؟ دي صاله واحده من متحف تورينو في ايطاليا. ده اللي كان بيت بيت كبير. طبعا عملوا بقى يعني ايه قاعات كبيره. مش معقول. دي اسمها قاعه الدوله الحديثه. وايه ابو هلالات دول؟ كم ابو الهول عنده؟ يعني دول كتير. التماثيل بتاعت مين دي؟ ملوك كتير. ممكن يكون متاخده من طريق الكباش بقى، انت فاهم والكلام ده. هات اللي بعده، حاجه تحزن. ده من احد التماثيل التحفه لرمسيس الثاني، موجود برضه في متحف تورينو. ده التمثال ده يجنن. مش يجنن، ده اللي على، فاكر انت النص جنيه الورق؟ حلو. التمثال ده معمول من البازلت اسود. جريف غامق كده. ده حجمه قد ايه ده؟ مترين مثلا. ده كبير. يا ده بلزوني اخده برضه. هو اللي عمل جاب لهم الموسوعه دي كولكشن ده كله فاهم. هو اخبار راس نفرتيتي ايه؟ بخير وكويسة ومنورة متحف برلين. مش في يمكن بيقولوا كلام كده؟ أنا سمعت على حاجة رشيد. بس أنا ما أعتقدش إن في حاجة هترجع، لأن كان من فترة
دكتور زاهي حواس كان من سنين طويلة بيطالب بالكلام ده، وكان رد المتحف ان هم خايفين على الحجر لما يجي مصر شوف يحصل له ايه، تغير يعني الجو. اذا كان الحجر طالع من مصر اصلا من هنا. هو البيئه بتاعت الحجر مصر مش اوروبا والبرد بتاعها. في تقنيات حديثه بان احنا بنحافظ على، هم خايفين يعني يتنقل فيتكسر يعني ولا ايه؟ هم مش عايزين يطلعوه، هم مش هيبقى عندهم حاجه. طبعا اي كلام. انا خايفين ان الحجر هنا يجي من العوائل البيئيه. يا لهوي. وللاسف ان الحاجات دي كلها اتسرقت قبل ما يبقى في قانون بيجرم. دلوقتي في قانون طبعا طبعا، عشان كده بتلاقي يقول لك ايه مصر استعادت معرفش كام قطعه منين ولا منين، لان كلها الحاجات دي اتسرقت بعد القانون. طب ما اللي هي اثر رجعي؟ اه ما انت بتتكلم، المفروض البلاد يبقى عندهم يعني خشه ورجعوا الحاجه، مش مكسوفين. لا ما بيكسبوش. شرفتي ونورتي، اهلا بيك. ميرسي جلادس حداد، وميرسي النهارده اتكلمنا عن الاثار المصريه المسروقه بالذات في عهد محمد علي. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده، ويا رب كل الاثار دي ترجع لارضنا، ارضها، الارض بتاعت الاثار دي هنا اهو، واللي عملوها ايادي اجدادنا وفن اجدادنا ورقي اجدادنا المصريين القدماء. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.